انتهاء فكرة الإمام المهدي عليه السلام إلى الاتكالية، إن إعطاء كل شيء حجمه ووضعه في أطره ينتهي بالموضوعية لا بالاتكالية. فإذا قلنا بأن الشمس ستشرق في وقت معين وتضيء الدنيا، فليس معنى ذلك قتل الشمعة التي أقصى تضحياتها أن تنير دائرة محدودة حولها. فما من رسول من أولي العزم إلا وكانت تسبقه البشائر بظهوره ونجاحه في قيادة عملية التغيير إلى الأفضل، وما كانت هذه البشائر توحي بالاتكالية إلى أحد، وإنما كانت تعيد الآمال إلى حجم الطاقات التي تنطلق منها حتى لا يحاول أكثر مما يستطيع، فيزهد فيما يستطيع ويعجز عما لا يستطيع، ويضيع بين ما لا يرضى به وبين ما لا يقدر عليه. إن الإعلان عن وجود رئيس الجمهورية مثلا في مكتبه الأعلى لا يعني إلا إعادة الموظفين إلى دوائرهم المختلفة حسب صلاحياتهم، لا إقالتهم من وظائفهم. وإن الإعلان عن وجود المصلح الأكبر على الطريق لا يثبط أحدا من إصلاح من يستطيع من أهله ومجتمعه وشعبه. كل فرد يدخل حلبة الصراع الاجتماعي الرهيب يشعر بالعجز عن إنجاز ما يطمح إليه قبل أن يدخل الحلبة، وهذا الشعور بالعجز ينسف كثيرا من الآمال التي تضيع طريقها إلى النور. فتكريس هذه الآمال في المصلح المنتظر تشجع الآمال المنهارة بأن تنهض وتواصل السير، فمهما تقلبت الأجواء فلها المطاف الأخير. فالمقدمة لا تستسلم إذا علمت أن وراءها جيش ساحق، ولكنها تستسلم إذا علمت أنها يتيمة لا تعقبها نجدة. هنالك من لا يخوضون الممارسات العنيفة لأسباب مختلفة، وإذا سئلوا عن السبب أجابوا بأن الإمام المهدي عليه السلام سيظهر ويصلح العالم، فهم لا يريدون إعلان السبب الواقعي، ويريدون وضع حد لمتابعة السؤال. فيظن البعض أن إيمانهم بالإمام المهدي عليه السلام هو السبب الواقعي لاتخاذ ذلك الموقف. كما أن المؤمنين بالله إذا سئلوا عن ترك قضية ولم يريدوا كشف السبب الواقعي أجابوا بالتوكل على الله. فيظن الملحدون أن الإيمان بالله يؤدي إلى الاتكالية وترك الأمور على عواهنها، بينما الذين يعرفون موارد استخدام هذه التعبيرات يدركون أن هذا النوع من الإجابة قد يكون بمثابة رد دبلوماسي لسؤال لا يريد عنه المسؤول جوابا، وقد يكون لغير ذلك أيضا. في ظهور الرجاء والشفاء والقضاء للعين.